أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. النهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم المناطق، الأجواء كانت أقرب للربيعية، درجة الحرارة كانت حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بالتزامن مع أجواء مشمسة بشكل عام. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة، لكن بالتزامن مع هبوب لرياح شرقية لجنوبية شرقية تزيد من شعوب البرودة اعتبارا من يوم الاثنين. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، يسود طقس مستقر، تتفرق بعض الغيوم المنخفضة، 8 درجات مئوية الملموسة 6، أما الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 20 إلى 12، عجلون 18 إلى 2 إلى 12 عفوا، جرش 19 إلى 13، والمفرق 18 إلى 9 درجات مئوية مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة. المنطقة الوسطى البلقاء 18 إلى 12، مأدبة 19 إلى 9، الزرقاء 19 إلى 10، عمان 18 إلى 10، والبحر الميت 23 إلى 17 مع هبوب لرياح جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالبرودة. المنطقة الجنوبية الكرك 19 إلى 10، الطفيلة 19 إلى 11، الشربك 18 إلى 9، معان 18 إلى 8، والعقبة 28 إلى 19 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 19 إلى 9، الصفاوي 17 إلى 9، ورويشت تفرق لبعض الغيوم 18 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.